وين المسبار؟ اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في باشر جديد من ضواحي مدينه الدار البيضاء، او بالضبط من مدينه الرحمه. بمصطفى اجي معنا، جينا عند بمصطفى اللي البارح في العشيه دخلت واحد السيده لهذا الموبل، بحال داخل عند شي ناس ومغطيه وجهها، كتحط ولدها صغير عنده تقريبا شي 20 ما بين 20 يوم الشهر، وخرجت وشافها كيسحابها جايه عند شي ناس، هو غيوضح لنا كل شيء. بمصطفى ورينا البلايصه اللي كان فيها هذا، زيد ورينا البلايصه. بمصطفى شتيها ملي كانت داخله؟ اه شتيها ملي كانت داخله. ولكن كانت مسحابه جايه عند شي ناس. هنايا حطاتو هنا، حطت الصاج هنا، والرحلين هنا، والرداع هنا، والهاية حطت ليه كل شيء. حطت كل شيء، حطت وحده الحليب باقي جديد، يلا شاريه ب 14 100. هيا وخرجت وانا نسعبها باش نجيب شي حاجه ولا شي حاجه. نسعبها انا تغلطت ليا مع واحد خطوه، واحد المراه ساكنه هنايا، اما زعما ما مشى حد يشوف الاولى صافي، ما صححش فيها بزاف. وهي جاية مجدة وعارفة شنو جاية، مغطية راسها بحكم، مغنورة راسها بحال زعما محتاجنا، بحال محتارمة. اليوم اللي حطيته خرجت مشات، ما ديت انا ما جبت. شتيها با مصطفى ملي كانت خارجة؟ لا شتها ملي كنت خارجة، لابسة جلابك حدا وزيدك حدا، دايرة زيدك على راسك حدا. هي مرا كبيرة ولا صغيرة؟ راه كنت غتكون شي 26 بحكم ولا 27. مرا صغيرة. اه. كي جاتك با مصطفى هاد القضية؟ وهاد القضية صاحبي انا ملي جبلي حليت الباب وكنسمع الدري كيزكي يزكي تبهرت، حق الله الدم ما بقاش فيا. باب مصطفى كان هادشي في وقتكم؟ اخويا هادشي ما عمرنا سمعنا به، هادشي انا ملي شفت المنظر هذا ما عمرني شفت لاحظته في حياتي، بحال هاد الديكور هذا ما عمرني شفته في حياتي. هادشي جاو رجال الامن؟ جاو، جاو كلشي، جاو رجال الامن، جاو الشرطة العلمية، جاو. مشيتي معاهم عطيتي الاقوال ديالك؟ مشيت معاهم عطيت الاقوال ديالي، سيني زوراق وعاود لهم هادشي اللي قلت دابا هو اللي كاين. وجيتي بحالات؟ وجيت بحالات. نعسي بالليل؟ ما نعستش اصاحبي، داكشي كله كان في مي البارح، والله ما داري النعاس، والله اللي كان كيتخيل داك المنظر ما نعستش، والله شاهد علي. والوليد بقى كيبكي؟ الوليد بقى كيبكي، خدتو على الموت، ما قدرناش نسوه، ما قدرناش نردعوه، حتى جات السلطه عاد اللي عطاتنا الاذن باش ردعتو واحد المره. ساكنان. والو ما بان حتى شي واحد اليوم با مصطفى؟ ما بان والو، نقول شي واحد بان اليوم كاع، ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين والو. با مصطفى اللي كانت تسمع فيك هاد السيده، شنو تبغي تقول لها؟ واش غنقول لها اتقي الله، هادشي راه ما كاينش في الدين الاسلام، وكبد حاجه كلبه ما تدوش ولدها 9 شهور وانت حامله به، 9 شهور وهي في كرشها، وفي الاخر تا ولدتيه مباشره وخلق الله سبحانه وتعالى وجيتي لحتيه، راه حرام في الدين، حرام في الدين صحيح، حرام عاشك حيوان ما تدوش ولا هادشي اللي ولا دابا صاحبي راه ما لا يعرف. شي كون مشات تبغي تعطيه لشي ناس راه ياخذهم عندها، وكون دارت لشي جمعيه ولا شي حاجه ولا عبد الله اللي يكون عاد تسول الدور على الجيران تقول لهم ودي كذا 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 لاي درب، تقول عاد شي امراه وتعطي كاع سميتها كاع مقلوبه وداك الشيء، قالت ما كاين حتى شي مشكل وتجيب لها الدرب وتمشي معاه دير ليه مقاد، دير ليه القانون ديالو، وعطى الله اللي يشد يتكفل به. راه هنا اسلام ما كانش اللي غادي يضيعو، ولكن اخويا الله يهديهم، الله يهديهم. هذا الشيء اللي ولا دابا ما كيخلع. وقت اخرى هذا وقت اخرى بزاف اصاحبي، وقت اخرى شي كيخلع اصاحبي. انا البارح كنت كنهضر تبعت راه اللون ديالي تبدل، حق الله حسبونا الله. الكارديان راه يقول لك الكارديان، سول على الكارديان يعاود لك كلشي كيفاش رجعت، كيفاش رجعت حالك، راه مشيت عندو نجري فيها الطاهر صاحبي، راه كاينه كاين، راه اللي لقيت لي حيل يدير لي في الدروج. تخلعتي ما عمرك شي بحال هادشي؟ ما عمرني شفت هادشي، ما عمرني شفتو، حق الله ما عمرني شفت هادشي انا كاع. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا راجعون هاد الناس هادو صافي، راه مابقاتش في قلوبهم الرحمة. ما بقاش الرحمة صاحبي. شكرا لكم متتابعي قناة شوف تي في.